أنا لست مجرما، أنا كنت فقط أنفذ الأوامر. هذا ما قاله أدولف أيخمان، رئيس جهاز البوليس السري أو الجيستابو في ألمانيا النازية أثناء محاكمته سنة 1961 بتهمة أنه المسؤول الأول عن معسكرات الاعتقال والإبادة النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. هذه الحرب التي راح ضحيتها ملايين البشر، والفاعل دائما هم بشر آخرون، ربما أغلبهم لا يرى في نفسه إلا شخصا ينفذ الأوامر. من وحي هذا استلهم عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ستانلي ميليغرام فكرة إجراء تجربة يجيب من خلالها على السؤال التالي: هل يمكننا فعلا أن نتحول من أشخاص وادعين وطيبين إلى قتلة ومجرمين فقط لأن شخصا ذو سلطة أمرنا بأن نفعل ذلك؟ للوهلة الأولى عندما تفكر في هذا السؤال ستقول أن هذا غير ممكن، ولكن هذه التجربة العبقرية لميليغرام والتي سميت لاحقا على اسمه فاجأت الجميع بنتائجها المرعبة. بعد أشهر قليلة من محاكمة أيخمان نشر ميليغرام إعلانا في الجرائد يبحث فيه عن متطوعين للقيام بتجربة علمية لصالح جامعة ييل مقابل أجر 4 دولار للساعة الواحدة، والمطلوب 40 رجلا تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة لدراسة أثر العقاب في القدرة على التعلم وتحسين الذاكرة. وتم تصميم التجربة على الشكل التالي: يطرح المتطوع الذي يلعب دور المعلم مجموعة من الأسئلة على التلميذ في الغرفة المقابلة الذي يتم تقييده في مقعد، ويطلب منه تذكر مجموعة من الكلمات، فإذا كانت إجابته خاطئة يطلب المسؤول على التجربة من المعلم أن يضغط على زر الصعق الكهربائي الذي تزداد شدته بشكل تصاعدي بعد كل إجابة خاطئة من 30 وصولا إلى 450 فولتا وهي قيمة قاتلة. طبعا جهاز الصعق الكهربائي لا يعمل، والتلميذ في الغرفة الأخرى هو فقط ممثل يتظاهر بالألم والصراخ عند كل ساقة حتى يصل إلى مرحلة معينة يطالب فيها بوقف التجربة بدعوى أنه يعاني من مرض في قلبه. ينتاب المتطوع بعض القلق والتوتر، وهنا يتدخل مشرف على البحث ويطلب منه المواصلة. ما يضع المتطوع أمام خيارين: إما أن يطيع رئيس التجربة ويواصل تعذيب شخص لا يعرفه ما قد يؤدي به إلى الوفاة، أو يتوقف ويعلن انسحابه. قبل أن يعرض ستانلي ميليغرام نتائج تجربته كانت توقعات الطلبة والأساتذة في جامعة ييل تقول أن فقط 1% من المشاركين سيواصلون التجربة حتى آخر صعقة، وهذه النسبة حسبهم تمثل الأشخاص الساديين والمرضى ممن يتلذذون بتعذيب الغير، لكن توقعاتهم كانت خاطئة. حوالي 65% من المتطوعين واصلوا التجربة حتى النهاية، واصلوا رغم صيحات الألم وصراخ الشخص المصعوق. ليخلص ستانلي ميليغرام في كتابه طاعة السلطات إلى أنه بإمكان الأشخاص العاديين غير العدوانيين أن يتحولوا إلى شركاء في أعمال عنيفة ومروعة منافية لمبادئهم وأخلاقهم، حتى وإن تجلت لديهم الآثار السلبية لتلك الأعمال المشينة، فإن القلة فقط من تمتلك الإرادة والشجاعة اللازمة لرفض الانصياع لأوامر السلطة. وهنا أستحضر قصة إسلام المفكر والفيلسوف الإسلامي الكبير روجيه غارودي رحمه الله، حيث يقول أنه كان مسجونا في أحد المعسكرات النازية في الصحراء الجزائرية سنة 1941. يقول غارودي أنه في يوم 4 آذار مارس من نفس السنة أمر قائد المعسكر جنودا جزائريين يعملون تحت إمرته بقتلنا جميعا بسبب تمرد قمنا به، إلا أنني تفاجأت بأن الجنود الجزائريين رفضوا إطلاق النار رغم تهديد القائد لهم بالقتل وضربهم بالسياط. يقول غارودي أني بقيت على قيد الحياة بسبب شجاعة أولئك الجنود المسلمين وإخلاصهم لقيمهم واحترامهم للإنسان، لقد تعلمت منهم في دقيقة واحدة ما لم أتعلمه في 10 سنوات من دراستي في جامعة السوربون، وتلك كانت أول مرة أتعرف فيها على الإسلام الحقيقي. هذا هو الإسلام إخواني، ذلك الدين العظيم الذي جعل من المسلم شخصية مستقلة لا يخضع أو ينصاع لمخلوق في معصية الخالق مهما كانت سلطته أو نفوذه. فالإسلام لم يجعل الأمر بالسمع والطاعة لصاحب السلطة خالصا من القيود أو مطلقا بلا حدود. ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له.